طبعا هذه سيارة من نوع نيسان بترول اللي محترق في الدوار، لا حول ولا قوة الا بالله. بالمال الحمد لله. طبعا هذه سيارة من نوع نيسان بترول اللي محترق في الدوار، لا حول ولا قوة الا بالله. بالمال الحمد لله ولا في الحال. طبعا هذه في دوار شعيب ابو العبد. انتبهوا انتبهوا، كهرب ما كهرب، شيكوا على سعيركم، انتبهوا. كيف تنقع؟ كيف تنقع؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.